نجح البرنامج الوطني للتوظيف في توفير فرص عمل نوعية وذات رواتب مجزية، هذا ما أكده مستفيدون من البرنامج في نسخته الثانية، مشيرين إلى أنه منح الجيل الجديد فرصة الحصول على وظيفة نوعية. ولفت المستفيدون إلى وجود تغيير كبير في نوعية الوظائف المتاحة، معتبرين أن التدريب هو مفتاح التغيير والتطوير الذي يجب أن يهتم به الشباب في المرحلة القادمة. وأوضح المستفيدون من البرنامج أن وجود 25 ألف وظيفة جديدة في هذه المرحلة يعتبر بارقة أمل أمام كل من يبحث عن عمل، داعين إلى أهمية التوجه للقنوات الصحيحة عند البحث عن عمل، لافتين إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقوم بجهد منظم في التوفيق بين احتياجات سوق العمل واختيار الموظف الملائم.